كديري لاباس عليكم؟ بخير صحيحه لاباس، المورال مزيان. المهم كنتمنى ان شاء الله تكونوا هانين ومهنين وصحيحه لاباس وكل شيء عندكم ان شاء الله 5 5. المهم البنات، اليوم ان شاء الله فيديو جديد، نهار جديد، غنشارك معكم النهار ديالي كذلك كيفاش غادي يدوز اليوم. ايوا اليوم نهار، واش من نهار اليوم، الحراره ما نعاودش لكم، طنطينه بعديا ما كاينش هواد، ما نكذبش عليكم، نهار الحال سخون بزاف اليوم، عرفتوا الشوم وداك البرد عرفتي كيدخل من الشراجه عرفتي كيدخل سخون. اليوم غير دير شي حاجه هكا تكون بارده، شي سلطه بارده، شي حاجه هكا، شي تحليه تكون بارده، المهم غير شي دير شي حاجه بارده. المهم اليوم ان شاء الله ما نكذبش عليكم، ما غاداش نوجد حتى شي حاجه. الحريره عندي، البطبوط عندي، الكراتا اللي درت معكم البارح انا غادي نوري لكم، باقي كامل نص فيه باقي، غادي نوري لكم يعني تقريبا الفطور ديالي كامل يعني موجود. المهم انا نوريكم بالنسبه للكراتا دايره ليها هنايا الفيلم اليمونتي، هي باقي النص في هاد الكراتا، يعني كلينا منها البارح غير ربع وربع الاخر يعني تسحرنا منه صافي، يعني باقي عندي النص. عندي البطبوط يعني في الفريغو غادي نجبدو، غادي نجبد يمكن غنجبد غير شويه ديال البريوات، غادي نديرهم حتى هما في الفران يطيبوا صافي. البنات اليوم راه كما قلت لكم الحال سخون، وغادي ندير واحد البطبوط، عندي البطبوط كما قلت لكم غنجبدو بطبيعه، غنقسمها على زوج وغادي ندير لكم بها واحد اللعيبه زوينه البنات، نتوما غادي تشوفوها معايا. غادي نخلي تي قرب الفطور واحد الحاجه اللي هي ساهله مهله، واحد الخبزه ساهله مهله، خبزه عجيبه وفريده من نوعها ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم، هي اللي غادي ندير. وهاد الكراتا غادي نسخنو، الحريره عندي غادي نجبد جوج سليفات هكا نسخنهم، وغادي ندير هنايا واحد البسبوسه هكا بالكريمه والليمون كتجي خطيره، لحقاش شهينا غير شي حاجه اللي هي بارده، مكانش كنقدو هكا ناكلو بزاف، يعني كنبغيو غير نشربو عصائر، شاي الماء هكا، دائما كنبغيو نشوف في السوائل، كنبغيو نشربو هكا السوائل بزاف، اما حتى الماكلة راه مكانش كنقدرو ناكلو بزاف، وهكا باش ما نضيعوش وباش ما نصايبوش داك الشيء ويبقى غير كيتلاح. فانا اليوم قررت ما غادي ندير لا عجائن لا يديك لا يخليك، البطبوط عندي في الفريكو هو اللي غادي نجبد الطبيطات، غادي نوريكم واحد البطبوطة عندي يمكن غير وحده. صراحه البغرير اللي صايبت البارح قلت انا راه غادي يبقى عندي، غادي نديرو اليوم، ساعه ما نكذبش عليكم مع توحشناه ضربناه عطيناه الله يعطيك الصحه، ما كاينه دهن وكوج يعني كملناه داك البطبوط. ايوا صافي هادشي اللي كاين، يعني المهم كل نهار ورزقو كل نهار شنو تنديرو. اليوم ان شاء الله الحال سخون، نعطيو راسنا شويه راحه، انا ما نكذبش عليكم اللي كيقول الحال سخون والصيام او ما نقدرش نوقف في الكوزينه. المهم ما نطولش عليكم، غادي ندير معكم هاد البسبوسه وغادي ندخلها ان شاء الله للفران، وانا غادي نبارطاجي معكم المكونات وكل شيء، واي حاجه البنات درتها بكل تواضع، يعني راه قلت لكم هاد الكراتا انا غادي نسخنو حيت راه نسخنها داك الشيء ديال بنت الشعب، ما كاين لا نكذب عليكم نقول لكم غنصايب هادي ولا هادي ولا هادي، يعني داكشي اللي كاين شاد داكشي ديال البارح غادي نسخنو لا للضياع. المهم البنات باش ما نطولش عليكم ندور لكم كاميرا باش تشوفوا ان شاء الله البسبوسه اللي غادي نوجدو اليوم. ونسيت حقا غادي نوريكم الريب اللي كنت بارطاجيت معكم البارح، كنت هكا بغيت نصايبو باش نديرو من السحور، ولكن ما كتاش ملي جيت قلبته وشفته لقيته مازال لي شويه، يعني مازال ما عقدش ليا. المهم انا دابا كنت حاطاه غير تما فوق البوطاجي، واليوم في الصباح هكا باش لقيت انني نشقى على خاطري وهذا خشيته هنايا في الفران، غادي نجبدو ان شاء الله وغادي نوريه لكم كيفاش غادي يجي. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين، المهم هانتوما معايا واي حاجه درتها غادي تشوفوها معايا. يلا البنات، المهم البنات بالنسبه لهاد البسبوسه هادي صراحه كتجي فنه فنه فنه، غادي نحتاج ليها مكونات بسيطه البنات، جوج ديال البيضات، غادي نحتاج جوج ديال الخمالات، معلقه ديال الفورص، جوج ديال الكيسان ديال العنبه ديال السميده رقيقه، عندي كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، كاس ديال سنيده، وواحد ياغورت، انا عندي هنايا ديال الموز تقدروا تستعملوا ديال الفاني. صافي البنات غادي نخلط دابا السكر مع البيض، كما قلت لكم هكا كنبغيو شي حاجه هكا ناكلوها في الفطور برا مره تكون حلوه، وانا رمضان كامل يعني ما درت حتى شي حاجه حلوه في الفطور من غير داك البغرير اللي درناه البارح دهناه بالعسل،
اليوم قلت انا ندير هذه البسبوسه حيت فيها الكريمه وغندير فيها ان شاء الله الليمون بالفلو فكتجيب زوينه وهكا نتبردوا بها مع الفطور. المهم البنات انا خلطت هذاك البيض مع السنيده غادي نزيد الزيت وغادي نزيد الحليب غادي نزيد الياغورت صافي المريضه شتو البنات مكونات اللي بسيطه وسهله مهله ودغيا دغيا توجدوها البنات خاصها غير تبرد مزيان صافي صافي. هنا غادي نزيد معلقه ديال الدقيق جوج الكيسان جوج الكيسان ديال السميده رقيقه وجوج ديال الخمارات صافي وغادي نخلط فهو غادي يجيكم الخليط خفيف غتحسوا به يعني خفيف شويه راه ديك السميده راه هي كتشرب من بعد صافي البنات شفتوا ها هي دغيا دغيا ساهله ماهله ودغيا وجدناها فرم جات عين ها هي موجوده هانتوما القوام ديالها كيفاش كيكون يعني كتكون خفيفه. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نفرغها فهاد المول هذا ديال الزاج انا عندي هذا دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال السميده الرقيقه صافي وغادي نخوي فيه البسبوسه ديالي صافي غندخلها للفران لمده تقريبا ديال 45 دقيقه انا تندير الفران تيكون بارد يعني ما تسخنو ما حتى شي حاجه غير تنشعلو وتنخشي فيه سواء كيك سواء بسبوسه اي حاجه درتها صافي كن غير كنشعل الفران ما كنسخنو قبل ما حتى شي حاجه صافي البنات انا غادي ندخلها ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. وهو البنات الريب ديالي اللي كنت وجدته معكم البارح وكان كنت بغيت هكا نوريكم الشكل ديالو النهائي ولكن ما كتبش يعني ما وجدش ليا درتو هكا معطله ايوا خليته اليوم اللي عاد مكتب ان شاء الله ناكلوه في العشيه. المهم هو هنا راه باقي داك الماء باقي كلشي غادي نحيدو باش نديرو هكا في شي بلاطو ونحطو في الثلاجه يبرد لينا ان شاء الله للسحور عرفتو يا البنات خاتم وباين زوين واحد الريحه طالعه ديك ديال الريحه ديال الفاني طالعه منه ما نعاودش ليكم فنه شوف انتم خاتر صراحه جا زوين وهذه هي الكميه اللي خرج لي يعني داك الايترو اللي درت معاكم خرج لي هذه الكميه يعني تبارك الله راه الكيسان راه هازين شوفوا كيجي عاقد كيجي بحال الشكل ديال تقريبا كيجي بحال الشكل ديال دانون. المهم البنات هذا تا هو غادي نديرو ان شاء الله هكا في شي بلاطو غادي نحطو في الثلاجه باش هكا يبرد لينا ان شاء الله للسحور ولا كان برد وبغاو ياكلو حتى في الفطور غنحطو ليهم حتى هو. انا رجعت لكم يا المشاهدين قلت لكم ما غندير والو صافي البطبط راه عندي كلشي راه عندي مادا بيا كنحل الفريكو كنتفاجئ لقيت البنات بقاو عندي جوج ديال البطبوطات ها هما راهم جبتهم وانا هاد جوج ديال البطبوطات يلاه غادي ندير بهم هذيك اللعيبه اللي قلت لكم ندخلها للفران. شنو هي اللعيبه اللي قلت لكم كناخذ البطبوطه سواء البطبوط سواء الخبز التسميده اللي على برا ديال الباتيساي كنقسم هكا البطبيطه على زوج كنقرص فيها الكفته كنجيب الكفته بالعطريه ديالها داكشي كنقرصها فوق منها وكنحط فوق منها الفرماج ديال الساندويتش وكنغطيها بالنص الاخر ديال الخبز كندخلها للفران كتقرمل كنخرجها كنحطها سخونه كتجي خطيره البنات. جيت كان جبدت هكا البطبوط بديت كنتفكر قلت انا اصلا هاد البطبيطات غادي ندير ليهم الكفته وغندخلهم الفران الكراتان عندي خصو يتكال بالخبز اذا ما بقاش عندي الخبز دونك خاصني ضروري نعجن ايوا الصهد
عرفتوا والله الا بعد الحمد لله العجانه راها كرامه وحق الله البنات العجانه كرامه. دغيا درت خبيزات هنايا هما خمسه ديال الطبيطات درتهم هنايا اصلا حتى دوك الخبزات يعني الا بغيت نجي ندير فيهم الكفته كبار يعني هادو اللي درت دابا صغار يعني غادي ندير جوجات على قدنا يعني يلاه يلاه يكونوا هكا متوسطين في الحجم ديالهم ما يكونوش عاوتاني كبار كما كيقول لك تمشي غير في المشاط الله يعني مكتاب عليا انني نعجن ليهم ولكن ماشي مشكل انا جبت دابا هاد الخمسه ديال الطبيطات غادي ناكلو منهم ويديو ليا حتى غدا ان شاء الله ويقدر يبقى ليا حتى بعد غدا لحقاش هاد البطبوط هذا اللي غادي نعمرو ان شاء الله بالكفته هذا كنظن راه كافي والحريره الله يجعل شي بركه البسبوسه راني دابا بقيتوني طليت عليها هكا من الزاجه ديال الفران قربات طيب ما بقاش ليها بزاف. المهم انا دابا غادي ندوز ندرس هاد الخبيزات هادو ونخرج البسبوسه باش ندوز ان شاء الله نوجدوا ليها الكريمه ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين وانتم معايا. المهم البنات البسبوسه ديالي ها هي خرجتها من الفران باقا سخونه غادي نسقيها بكاس ديال عصير الليمون برتقال عصير ديال البرتقال. هذا العصير هذا راني ما دفيته ما سخنته ما حتى شي حاجه عصرته ودرته هنايا في الكاس وغادي نسقيها ان شاء الله وهي باقا سخونه. المهم البنات دابا غادي نوجدوا ان شاء الله الكريمه اللي غادي ندير فوق البسبوسه. بالنسبه لهاد الكريمه غادي نحتاج ليها جوج ديال الكيسان ديال الحليب وغادي نحتاج ليها جوج ديال المعالق ديال الكريم باتيسير. انا جبت هنايا ديال الحامض ما رديتش الباس سمحوا ليا. الكريم باتيسير غادي نحتاجو ديال الفانيلا انا هنايا نسيت وجبت هذه ديال الحامض. بالنسبه اللي بغى يدير هذه كيديرها انا غادي ندير غير ديال الفاني عاديه. غادي نحتاج جوج ديال المعالق كبار ديال الكريم باتيسير وبطبيعه الحال سكر سنيده حتى هو غادي نحتاج تقريبا جوج ديال المعالق الاولى الثانيه. وبالنسبه للكريم باتيسير حتى هو غادي نستعمل منه جوج ديال المعالقات اللي غادي يكونوا في الارض والثانيه. صافي غادي نخلط هذا الشيء مزيان وغادي نديرو فوق البوطه حتى كيغلى وتيعقد لينا الخليط يعني تيولي عاقد وعاد غادي ندوزو باش غادي نفرغو ان شاء الله فوق الكيك. بالنسبه للطبقه الثالثه يعني حنا عندنا الكيك هي الاولى الطبقه الثانيه غادي نديرو فيها هاد لا كريم باتيسير والطبقه الاخيره غادي ندير فيها كاس كبير ديال عصير الليمون يعني البرتقال وغادي ندير معلقه كبيره ديال السكر يبقى على حسب الليمون اذا كان عندكم حلو فما تزيدوش ليه السكر انا هذا عندي حامض فدرت ليه معلقه ديال السكر وغادي نحتاج الكيس ديال الفلون البنات هاد ديال الفانيلا. صافي البنات غادي ندير هذا حتى هو يسخن وغادي نخليه على جنب حتى نفرغ الخليط ديال الكريم باتيسير على البسبوسه. صافي البنات الكريم باتيسير عندي ها هو يعني ثقال مباشره كندوز كنفرغو على البسبوسه يعني وهو باقي سخون باش هكا كنقدو اننا نسرحوه عليها حيت هو دغيا تيقبض في راسو. غادي نحاول انني نسرحو مزيان هو كيما قلت لكم دغيا تيشد في راسو. هنايا الليمون راني درته في البوطه هكا حتى هو تيسخن وغادي نولي كندوز باش نفرغو على هاد الكريم باتيسير من الفوق.
غادي ندوز باش غادي نفرغ الخليط ديال الليمون هكا من الفوق ونخليو على ديك الكريمه حتى تبرد شويه هكا باش ملي نفرغ هذا الليمون هذا ما يهبطش لينا لتحت يعني كيخسرها يعني بحال هكا. هنايا انا جيت وخويته جاتني بحال واحد الحفيره تمايا غادي نبقى كنزيد غير هكا بشويه غادي ندخلها ان شاء الله للثلاجة حتى كتبرد مزيان ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي. ودابا البنات غادي ندوزو باش غادي نوجد معكم دوك الخبيزات اللي قلت لكم عليهم. انا هنا هما الطبيطات ديالي شوفوا تبارك الله جا منفوخ وزوين كما قلت لكم انا درت غير خمسة ديال البطيبيطات. دابا ان شاء الله غادي ناخذ هانتوما كناخذ البطيبيطه فهي اصلا ما تيكون منفوخ دغيا كتقطع ليكم داك الشبو هكا الفوقاني هانتوما. غادي ناخذ دابا ان شاء الله الكفته وغادي نحاول انني نسرحها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكفته البنات ديروا القياس اللي بغيتو وديروا هذا اي نوع ديال الكفته بغيتو نتوما وشوفوا نتوما على حسب داكشي اللي كتبغيو. صافي كنحاول انني نوزع بهذا الشكل هذا. انا غادي ندير جوج ديال الطبيطات بهذا القياس هذا صافي البنات. وغادي نجيب فرماج ديال الساندويش تنقلب هنا باش تشوفو هنا. غادي نجيب فرماج ديال الساندويش ونحطو بحال هكا عرفتي هادي كنديرها بزاف البنات في رمضان وتفكرتها اليوم قلت والله تا والله حتى نديرها. وهادي راه ماشي من الاختراع ديالي ليكون في علمكم هادي راه من الاختراع ديال الزوج ديالي. المهم صافي دابا هادي غادي نشدها غادي نرد عليها هاد الغطا بحال هكا صافي وغادي نحطها في الويطه هكا اللي غادي ندخلها للفران حتى تبقى تقريبا ديك 15 دقيقه عاد ان شاء الله غادي نولي ندخلها للفران. لحقاش اصلا الخبز راكم عارفين الخبز راه طيب والكفته راه هي دغيا كطيب فالماج دغيا تيذوب ايوا صافي يعني ديك ربع ساعه صافي ندخلوها للفران ونخرجوها. هادي باقا سخونه. المهم غناخذ غنوريكم عاوتاني ناخذ قياس ديال الكفته البنات. كان هذا هو الفطور ديال اليوم سهل ماهل خفيف ظريف البسبوسه اللي وجدت معكم بالكريم باتيسيير والليمون صراحه كتجي رائعه وكتليق في هذا الجو هذا نيت ديال الصهد. الريب حتى هو بعد ما برد حتى هو حطيته ليهم هكا اللي بغاه راه غادي ياخذ واللي ما بغاهش راه غادي يخليه حتى للسهور حتى للسحور. والعصير اللي كنت وجدت معكم في الفيديو السابق ديال الجزر والليمون والخوخ حتى هو حطيت من ديك القرعه اللي كانت باقه. صافي البنات اتاي المعسلات راكم عارفين داكشي راه يوميا كنحطوه. وبطبيعه الحال البطيبيطه اللي وجدت معكم اليوم ديال الكفته والفرماج اللي كيجيو صراحه خطيرين كنتمنى ان شاء الله انكم حتى نتوما تجربوهم وراه ساهلين ماهلين وهكايا صراحه في اخر دقيقه تقدي توجديهم وهالفطور ديالك صراحه واجد. كنتمنى البنات ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك والاشتراك طبعا في القناه وتخليوا لي التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني وكنشكركم على حسن المتابعه وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم ان شاء الله. يلا باي باي سلامه.